ترجع فلسطين صلاح الدين رجالك فينا رح تمسح العار ثوار ثوار مصر الهادي نادى فينا لازم ترجع فلسطين صلاح الدين رجالك فينا رح تمسح العار. تحية طيبة مشاهدينا. بعد أن ترك الشعب الفلسطيني فريسة سهلة للاحتلال والظلم الذي مورس على الفلسطينيين وقضيتهم طوال عقود من الزمان من عقد اتفاقات سلام مع عدوهم والانجرار خلف مبادرات وصفقات هضمت حقوق الفلسطينيين ثم إزاحة القضية الفلسطينية شيئا فشيئا من الواجهة لتنزل منزلة القضايا الثانوية أو الأقل ربما، ولم تكتفي الأنظمة العربية بذلك بل شطبت القضية من جدول أعمالها ومن أجنداتها في الملفات الخارجية وبدأت تصطف تباعا في قاطرة تطبيع العلاقات مع الصهاينة، بدأت من الإمارات ثم البحرين فالسودان فالمغرب كما رأينا. هناك حديث عن دول أخرى أيضا لا نرجو أن يكون الكلام حقيقة. الآن يحاول الاحتلال الإسرائيلي بعد ذهاب حليفه الأقوى في البيت الأبيض دونالد ترامب أن يستخدم قوى أخرى لتمرير اتفاقيات التطبيع مع دول أخرى مثل النظام السوري وعمان وغيرها كما يدور الحديث اليوم. ولم يقف الأمر عند تطبيع العلاقات الدبلوماسية على المستوى الرسمي، بل تبع ذلك إجراءات وأنشطة ما كانت مألوفة في العالم العربي قاطبة. وأعتقد أننا سمعنا بما سمي بالبيت الإبراهيمي الذي يتم إنشاؤه في الإمارات ليجمع بين مسجد وكنيسة وكنيس يهودي، وما سيشكله ذلك من آثار خطيرة على نظرة الشعب العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية عموما. هذا يضاف إلى إنشاء رابطة ليهودي الخليج في البحرين لتهتم بشؤون الجالية اليهودية التي لم تبلغ 1000 شخص في كل دول الخليج حسب آخر الإحصاءات، وهم ليسوا خليجيي الأصل أساسا. بينما هناك مجموعات أخرى من الشعب الخليجي تعاني الاضطهاد والظلم والتهميش منذ عقود، بل منذ أن تأسست الأنظمة الحاكمة في هذه الدول مثل البدون والمهجرين اليمنيين والجاليات الفلسطينية في دول الخليج وغيرها، ولم يهتم أحد لأمرهم رغم أن وجود هذه المجموعات والجاليات هو أقدم من الأنظمة الحاكمة في هذه الدول. في مواجهة ذلك ظهرت أنشطة إسلامية وعربية على المستوى الشعبي والمنظماتي لمقاومة التطبيع والتصدي لآثاره، نذكر منها ميثاق الشرف الإعلامي الذي تم توقيعه قبل أيام في غزة لمقاطعة كل أشكال التطبيع والمتعاملين على أساسه، وسنتعرف بعد قليل على هذا الميثاق وما الهدف من توقيعه. فهناك نشاطات استشعرت خطورة التطبيع منذ اللحظة الأولى وبدأت تعمل على رسم الخطط للمواجهة، لكن لم تكتمل الجهود وربما تحتاج إلى المزيد من التضامن. فما الذي يجب على أحرار الأمة فعله لمواجهة آثار التطبيع المدمرة على المستوى الفردي والمؤسساتي، وما هي الإجراءات المتخذة إلى الآن في هذا السياق؟ وأسئلة غيرها سنناقشها مع ضيوفنا الكرام بعد هذا التقرير، ابقوا معنا. مصر الهادي نادى فينا لازم ترجع فلسطين صلاح الدين رجالك فينا رح تمسح العار ثوار ثوار مصر الهادي نادى فينا لازم ترجع فلسطين صلاح الدين رجالك فينا رح تمسح العار. في ظل تسارع حالة التطبيع المجاني وغير المبرر مع الاحتلال الصهيوني، لا تتوقف الجهود الفلسطينية في التحذير من مخاطر التطبيع مع كيان الاحتلال وانعكاسات ذلك على القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. بعد مجيء بايدن السياسة لن تختلف كثيرا عن سياسة ترامب باتجاه العلاقة مع الجانب الإسرائيلي، الإدارة الأمريكية معنية أن يكون هناك أكبر حالة تطبيع في الوطن العربي، وكل هذا على حساب الشعب الفلسطيني. نحن نقول إن قضيتنا ليس قضية اقتصادية ولا قضية إنسانية، قضيتنا هي قضية سياسية. أي عملية تطبيع هو يعتبر طعن في النضال الوطني الفلسطيني وطعن للثوابت
الثابت والحقوق الفلسطينية. ومن الأشكال الخطيرة والتي تصب في مصلحة الاحتلال التطبيع الإعلامي، الأمر الذي دفع بنخب فلسطينية لعقد مؤتمر في غزة للإعلان عن ميثاق شرف لمواجهة جميع أشكال التطبيع، ولا سيما التطبيع الإعلامي مع كيان الاحتلال، وسط دعوات لأحرار الأمة بضرورة مواصلة جهودهم لمواجهة كافة أشكال التطبيع. في عصر رديء جدا للأمة العربية، للأسف الشديد فقدت قرارها وفقدت سيادتها على قرارها السياسي. هي تشكل باختصار تابع للسياسة الأمريكية وتخضع للأوامر الأمريكية. الأوامر الأمريكية باتت واضحة، أن يتم التطبيع مع إسرائيل دون حل قضية شعب فلسطيني، دون انتهاء الاحتلال الإسرائيلي. المطلوب الآن هو التوقف عن هذا التطبيع والعمل على تطبيق المبادرة العربية التي تنص على التطبيع مقابل السلام وإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967. ونحن لازلنا نشهد يعني ثورة عربية واضحة من الأحرار ومن الشباب العربي المرافض لهذا التطبيع. يطالب الفلسطينيون بضرورة بناء استراتيجية إعلامية وعربية شاملة لمواجهة ومناهضة الاحتلال الصهيوني والتطبيع معه. ليبقى التساؤل القائم، هل ستنجح جهود الفلسطينيين ومعهم أحرار الأمة في وقف قطار التطبيع مع عدو الأمة الأول، العدو الصهيوني؟ محمد سالم، قناة التناصح الفضائية، فلسطين المحتلة. مصر الهادي نادى فينا، لازم ترجع فلسطين، صلاح الدين رجالك فينا، رح تمساح العار. ثوار ثوار مصر الهادي نادى فينا، لازم ترجع فلسطين، صلاح الدين رجالك فينا، رح تمساح العار. أهلا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة من برنامج المشهد الفلسطيني لهذا اليوم، والتي سنتناول فيها مدى خطورة التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وكيفية مواجهته على المستوى الفردي والمؤسساتي والمنظماتي أيضا. أرحب في هذه الحلقة بضيوفي الكرام من غزة عبر الهاتف، القيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة، ومن غزة أيضا عبر الهاتف الأسير المحرر والناشط السياسي مصطفى المسلماني. أهلا بكما ضيفي الكريمين. سيد مصطفى، إذا بدأت معك، مساء الخير أولا. أنت كأسير محرر، كيف رأيت تأثير اتفاقيات التطبيع؟ لا أقصد على القضية الفلسطينية، بل على ذاكرة أو على نظرة الشعب العربي والإسلامي في الدول التي لم تطبع بعد للقضية الفلسطينية. يعني في البداية اسمح لي أن أتوجه بالتحية إلى الشعب الليبي وإلى أمتنا العربية والإسلامية وإلى أسرانا في سجون الاحتلال الذين يواجهون الموت الزؤام نتيجة السياسة الصهيونية العنصرية. بالتأكيد مسلسل التطبيع يعني ليس بالجديد، مسلسل التطبيع هو قديم، واعترف به رئيس الوزراء الإسرائيلي عندما قال إن هناك علاقات سرية طويلة الأمد كانت مع الدول العربية، ولكن بعد مجيء إدارة ترامب على البيت الأبيض فعلا بدأت عمل مكثف وكشفت المسطور بمعنى أدق، وبدأت الدول مثل الإمارات والبحرين والسودان وهناك يعني كثير من الدول التي تم الحديث عنهم إنهم سيسيرون في نفس قطار التطبيع. نحن نقول إن عمليات التطبيع هذه بالتأكيد هي تضر بالقضية الفلسطينية ضررا فادحا، ولكن على الفلسطينيين أيضا ليتجنبوا هذا الضرر أن يقووا مناعتهم الداخلية، والمناعة الداخلية لم تتأسى إلا من خلال مغادرة الانقسام وبناء وحدة وطنية راسخة عنوانها التناغم والتماهي مع محور المقاومة الذي يواجه السياسة الصهيونية الإسرائيلية. بالتأكيد كما تفضلت قبل قليل، ما هو تأثير التطبيع الدول العربية والتطبيع على القضية الفلسطينية؟ كما قلنا هذه الدول التي وقعت على هذه الاتفاقيات التطبيعية هي لا تمثل شعبها ولا تمثل جمهورها، وأيضا تتناسى مع مؤتمر بيروت، قمة بيروت 2000
واثنين الذي خرج بقرار واضح وصريح لا تطبيع لأي دولة عربية مع الكيان الإسرائيلي إلا بعد أن ينال الفلسطينيين حريتهم واستقلالهم. فأنا أقول هذه العملية التطبيعية كلها جاءت في سياق وضرائع وهي تشكيل محور لمواجهة إيران والمذهب والعزف على المذاهب الشيعية. فنحن نقول ها هم الإسرائيليين الآن وبعض الدول التي طبعت الآن يفتشوا لهم على وسيط للتحدث مع الإدارة الجديدة إدارة بايدن. فهذا لا يعني بكلامي بالمطلق إن هناك خلاف كبير ما بين الجمهوريين والديمقراطيين بالنظرة إلى إسرائيل والصراع العربي الإسرائيلي مع الاحتلال الإسرائيلي. نحن نقول السياسة الحزب الجمهوري والديمقراطي يصلوا لحد التطابق بنظرتهم للقضية الفلسطينية، ولكن كل واحد منهم له طريقة بالتعامل مع القضية الفلسطينية. نعم سيد هاني ثوابت، مساء الخير لك أيضا. هل تتوقعون أن يستمر التطبيع بعد تغير الإدارة الأمريكية على دور بايدن أقصد؟ مساء الخير لك وللسادة المشاهدين وتحية لضيفك الكريم. الإدارة الأمريكية بكافة يعني الإدارات التي تعاقبت على البيت الأبيض هي بالأساس تخدم بشكل رئيسي كيان العدو الصهيوني وتتماهى تماما مع سياسات العدو الصهيوني، وقد يعني سبق لنا تجارب عديدة في مراحل متعددة من تاريخ شعبنا أن الإدارة الأمريكية كانت توفر الغطاء الكامل لهذا الكيان الصهيوني، غطاء سياسيا وغطاء عسكريا وغطاء لوجستيا وغطاء اقتصاديا، بالمعنى الذي يوفر يعني حاضنة وداعما رئيسيا لسياسات العدو ولجرائم العدو التي يرتكبها على الأرض الفلسطينية. وبالتالي السياسة الأمريكية لن تتغير حيال هذا الصراع القائم في المنطقة، الصراع العربي الصهيوني، وهذه السياسة منطلقة من العقيدة والأيديولوجية الصهيونية التي تقوم على قاعدة تسجيل اختراقات في الأمة العربية، ليس على المستوى الإعلامي فقط، على كل المستويات. وقطاع التطبيع عمليا طالما هناك يعني أنظمة لديها مصالح مرتبطة مع الإدارة الأمريكية سيستمر وستستمر هذه المحاولات الحثيثة بغية إجراء يعني حالة من يعني وجود هذا الكيان الصهيوني كجسم مستصغ في الأمة العربية. الآن أخطر حلقة من هذه الحلقات هو حلقة التطبيع الإعلامي، لأن التطبيع الإعلامي هو جزء من ترسيخ الثقافات. نحن نتحدث هنا عن اختراق لثقافة الأمة، لوجدان الأمة، وبالتالي إذا كان هناك قدرة على اختراق العقل العربي والإرادة العربية والوجدان العربي، إذن هناك قدرة أيضا على تسجيل اختراقات في مجالات أخرى. إذا استطاع العدو الصهيوني أن يعني يطبع إعلاميا، بالتالي هو استطاع من خلال هذا التطبيع أن يدجن العقل العربي وأن يروج للرواية الزائفة التي يحاول أن يروجها على مستوى كل العالم. في البداية كان يروج هذه الرواية على مستوى كل العالم، ويدرك إدراك عميق أنه في الأمة العربية وفي وجدان الأمة العربية وجود هذا الكيان الصهيوني مرفوض جملة وتفصيلة في أي شارع عربي في أي مدينة عربية. مجرد ذكر الكيان الصهيوني أو العدو الصهيوني هناك حالة من النفور وهناك حالة من رفض وجود هذا الكيان الصهيوني. حتى الدول التي طبعت حتى الآن على المستوى الشعبي والجماهيري لم يوجد هناك تطبيع. التطبيع يقتصر على يعني الطغمة الحاكمة في هذه الأنظمة، أما على الصعيد الشعبي وعلى الصعيد الجماهيري وعلى صعيد يعني المستوى الاجتماعي ليس هناك قبول لفكرة العدو الصهيوني أو وجود العدو الصهيوني على الأرض العربية. نعم أرحب أيضا بالسيد مؤمن عزيز مسؤول الدائرة الإعلامية في حركة المجاهدين، أيضا معنا عبر سكايب من غزة. سيد مؤمن مساء الخير لك. التطبيع كما قال السيد هاني، التطبيع كان مع تطبيع حكومات فقط وليس هناك تطبيع جماهيري، لكن ما نقصده بخطورة التطبيع وآثاره على الشعوب العربية والإسلامية أنه بعد فترة ربما تمارس هذه الأنظمة التي طبعت سياسات
تستطيع تشريب أو تشرب ثقافة التطبيع شيئا فشيئا في ذهن الشعب العربي والإسلامي في الدول العربية أو الدول الإسلامية أيضا. ماذا لديكم؟ أنتم في غزة ربما تعملون كثيرا على هذا الموضوع إعلاميا، ورأينا سنتحدث بعد قليل عن الميثاق الذي تم توقيعه، لكن ماذا تفعلون أيضا لحث الجاليات أيضا والمنظمات في الدول العربية والإسلامية أن تفعله لمواجهة التطبيع؟ يعني بداية أخي العزيز، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي لك ولضيوفك الأكارم ولكل السادة المتابعين والمشاهدين. في البداية التطبيع كما كلنا يعلم وكما كل أبناء أمتنا العربية والإسلامية يعلمون أنه هو جريمة وخيانة عظمى يغرزها المطبعون وأصحاب هذا الخيار في خاصرة التضحيات أمتنا وفي خاصرة الشهداء والجرحى والأسرى الذين ما زالوا هم المنارة لدرب التحرير بإذن الله عز وجل. اليوم إن كان هذا الطريق الذي خطه الشهداء وخطته التضحيات وخطته الأسرى والجرحى يريد بعض المطبعين أن يغيروا هذا المسار باتفاقيات سلام كما يدعون أو اتفاقيات هي في حد ذاتها هي اتفاقيات خيانة وعار نطخت بها جبين هؤلاء المطبعين. نحن من غزة رفعنا الصوت عاليا وقلنا بأن هذه الجريمة وهذه الطعنة الغادرة وهذه الخيانة العظمى التي يمارسها هؤلاء المطبعين لها مردود سلبي وكبير على قضيتنا الفلسطينية في حال إذا كان هناك انجرار للتطبيع في أمتنا الإسلامية والعربية. ولكن نحن نراهن على الوعي العربي والإسلامي الواعي الحر والواعي والمقاوم، ونراهن على أحرار أمتنا الذين ما زالوا هم نبراس هذه الأمة وهم عنوانها، وليس هؤلاء المطبعين الذين لا يمثلون إلا عروشهم وكراسيهم. لأجل ذلك نحن اليوم في هذا المطمار كان هناك الكثير من الفعاليات وكان آخرها وليس بآخرها إعلان التطبيع الإعلامي وميثاق الشرف لرفض التطبيع الإعلامي مع هذا الكيان الصهيوني والذي وقع عليه أبناء شعبنا الفلسطيني والمؤسسات الصحفية والإعلامية، والتي نأمل بإذن الله عز وجل أن ينال رواجا وينال تطبيقا على أرض الواقع في المؤسسات العربية والعالمية والدولية التي ترفض هذا التعامل مع هذا الكيان المجرم الذي ما زال ينكل بأبناء شعبنا وما زال يطعن ويقتل في أبناء شعبنا الفلسطيني. نحن نقول بأن هذا التطبيع هو إن وجد له مروجين في الأمة الإسلامية والعربية سيكون له مردود سلبي وخطير، ولكن ما دامت الأمة متمسكة بقضيتها المركزية وما دامت الأمة واعية وحرة ومقاومة ومتمسكة بفلسطين كركن أساسي في هذه الأمة، ووحدت العدو الصهيوني باتجاه العدو، ووحدت البوصلة ووجهت البوصلة الحقيقية باتجاه العدو الصهيوني، سيكون هناك وعي منتشر في الأمة وسينبذ هذا الخيار. هؤلاء المطبعين إن وجدوا أن الأمة كلها ترفض التطبيع والأمة كلها ترفض هذا الخيار وهذه الفئة المارقة على أمتنا وعلى أفكار ووعي أمتنا، إن وجدت أن الأمة لا تقبل بمثل هذه الخيانة وهذه الطعنة الغادرة، أكيد سأنهم سيتراجعون عما مضوا فيه وعلى ما قاموا به. لأجل ذلك المطلوب اليوم فلسطين وغزة أعلت الصوت، المطلوب من الأمة جمعاء أن تتضافر الجهود وأن تعلي الأمة صوتها، الصوت الجماهيري والشعبي مطلوب، وأيضا الصوت الرسمي من الجهات والجهات العربية الرسمية التي ترفض التطبيع وترفض خيار التساوق مع هذا الكيان الصهيوني، المطلوب منها أيضا أن تعلي الصوت وأن تجرم هؤلاء المطبعين وأن تجرم كل من يتساوق ويتعاون مع هذا العدو الصهيوني.
نعم السيد سلماني، أنتم يعني رأيتم كيف جرى التطبيع، توقيع اتفاقية واحدة التطبيع جرت خلفها 4 أو 5 دول، وهناك حديث إعلاميا عن دول أخرى أيضا. أنت قلت قبل قليل أنكم لم تتفاجأوا بالتطبيع، هل تقصد أن العلاقات بين هذه الدول وبين الاحتلال الإسرائيلي كانت قبل وجود ترامب في البيت الأبيض؟ نعم هذا صحيح، ما تفضلت فيه صحيح تماما. هناك علاقات كانت تقوم ما بين هذه الدول وبين الكيان الإسرائيلي، وهذه العلاقات كانت تحت الطاولة وتحدث عنها بشكل واضح ومباشر الرئيس الوزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وقال علاقاتنا ليست بالحديثة، ولكن الآن في ظل إدارة ترامب تم الإعلان عنها وإخراجها إلى الفضاء وإلى رحابة هذا الكون لكي يعلم الجميع أن هناك علاقات ما بين دولة الاحتلال وما بين هذه الدول العربية. وإحنا قلنا أن هذا الجوهر، الإعلان عن هذه عملية التطبيع، جاءت نتيجة الكذبة الواهية الذي اسمها يعني بكل صراحة أنهم يريدون أن يشكلوا محورا مواجها لمحور المقاومة الذي تتزعمه الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فنحن نقول لهؤلاء المطبعين، عليكم فعلا أن تتصالحوا في هذا الشر، وأن تكون هناك علاقات عربية إسلامية طبيعية تقوم على المصالح. إن السياسة الإسرائيلية والأمريكية لا تخدم قضايانا العربية وخاصة قضيتنا الفلسطينية. هذه العملية التطبيعية بالتالي ستجر عليكم الويلات، وعليكم أن تأخذوا عبرة من الشعب المصري. من كم مضى على اتفاقية كامب ديفيد، الآن الشعب المصري كله دون استثناء يرفض الاحتلال الإسرائيلي، يرفض التطبيع. حتى النظام المصري الذي وقع الاتفاقية يعني تجدهم بالسر يرفضون الاحتلال الإسرائيلي ويرفضون هذا الكيان بشكل كامل ومتكامل. فأنا أقول شعبنا العربي وأمتنا الإسلامية واعية إلى خطر هذا الكيان الصهيوني، هذا كيان سرطاني يتمدد في العالم العربي. ماذا سيقدم للعالم العربي؟ هو يأتي ليأخذ خيرات الأمة العربية والإسلامية، يأتي ليتعكز على هذه الدول العربية، وليس من أجل فعلا أن يعين وأن يبعث بالاقتصاد وبالرفاه إلى هذه الدول العربية التي قامت بعمليات التطبيع. نحن نقول بشكل واضح، صحيح عملية التطبيع تضر بالقضية الفلسطينية، ولكن لو طبع الكون كله، طالما نحن الفلسطينيين خيارنا خيار المقاومة وخيار الوحدة والمواجهة والحفاظ على الثوابت والحقوق، هذا بالتأكيد لا يخدم الاحتلال، وبالعكس سنهزم هذا المحتل بالرغم من كل هذه العمليات التطبيعية وبالرغم من كل هذا الانحياز العالمي الذي فعلا يتنافى مع كل القيم الأخلاقية، يتنافى حتى مع القرارات الشرعية الدولية الذي هو صاغها ووضعها وقال فيها بشكل واضح إن الشعب الفلسطيني حق يجب عليه أن يقرر مصيره ويجب أن يقيم دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس. طيب سيد هاني الثوابت، بالمؤكد سمعتم عن الجمعيات أو الرابطات أو الروابط التي بدأت تنشئها بعض دول الخليج، كرابطة اليهود الخليجيين في البحرين التي أعلن عنها قبل أكثر من أسبوع على ما أعتقد، هي رابطة لتنظيم أو للعناية بشؤون اليهود الخليجيين، علما أن اليهود في الخليج لم يتجاوز عددهم 1000 شخص تقريبا، وهم ليسوا يهود، وهم ليسوا خليجي الأصل، بل هم مهاجرين من العراق وإيران قبل عقود مضت، رغم أن هناك كما ذكرنا في بداية الحديث أن هناك مجموعات إسلامية أخرى ضمن هذه الدول تعاني الظلم والتهميش، لكن لم يمضي على التطبيع شهور بعد فقامت هذه المنظمات قامت هذه الدول بإنشاء هذه المنظمات. كيف تنظرون إلى هذه الأنشطة التي ربما توحي إلى أن هناك المزيد والمزيد أيضا لتشرب التطبيع في نفس الإنسان العربي والإسلامي أيضا؟ المهم يعني أن ندرك الحقيقة التي تقول أن هذا التطبيع يقتصر على أنظمة الحكم الرجعية التي تتفوق
في مصالحها وفي ارتباطاتها، وارتبطت ارتباطا وثيقا، حتى وجودها في يعني هذه المواقع هو مرتبط بشكل مباشر بالإدارة الأمريكية وبالعدو الصهيوني. وفي هذا الإطار هي تبحث عن كل أشكال شرعنة هذا التطبيع، يعني هذه المحاولات من خلال جمعيات أو من خلال مؤسسات أو من خلال يعني تسميات، هي لإيهام البعض وإيهام المجتمعات بأن التطبيع هو أبعد من تطبيع رسمي وحكومي، هو تطبيع على كل المستويات. هي محاولة بائسة من وجهة نظري، ولن يعني يكتب لها النجاح، لأن وعي الأمة العربية ووعي الأحرار في هذا العالم ووعي المقاومة الذي هو عمليا يشكل رأس مال لنا في مواجهة الإدارة الأمريكية وفي مواجهة كل هذا المشروع التصفوي لحقوقنا وقضيتنا. ويجب أن ندرك حقيقة ثانية، هي أن الكيان الصهيوني في المنطقة هو رأس حربة لهذه الإمبريالية العالمية، وهو بالتالي اليد الضاربة التي تمتلك القوة والتي يحاول من خلالها أن يرعب هذه الأمة بأن هناك قوة قادرة على أن توجه ضربات مباشرة لأي وجود عربي ولأي مقاومة، وبالتالي المستهدف هو المقاومة. يجب أن ندرك أيضا بالمآل الثالث أن الصراع هو صراع الوعي، نحن نتحدث عن صراع الوعي. واعتمد الاحتلال واعتمدت دوائر صنع القرار في الإدارة الأمريكية وفي الإمبريالية بوجه عام أن تستغني عن الحروب المكلفة، الحروب العسكرية، إلى الحروب الصفرية. هذه الحروب الصفرية تقوم على صهر الوعي وعلى اختراق عقول الأمة ووجدان الأمة من أجل فرض هذا الكيان الصهيوني في المنطقة. هذه الحقيقة يجب أن نواجهها بمزيد من تصليب الوعي، بمزيد من الإجراءات وإشكال المواجهة لهذه الأشكال من التطبيع. لذلك جاء مؤتمر القوى والمكونات الفلسطينية في غزة، حتى وقعت ميثاق الشرف الذي يؤكد على ضرورة مقاطعة كل هذا المسار الإعلامي الصهيوني، ووضعت مجموعة من المعايير ومجموعة من المحددات بعدم التعامل بأي حال من الأحوال مع وسائل إعلام العدو، سواء المؤسسات أو الأشخاص الرسميين أو غير الرسميين. وبالتالي سنأتي على الحديث بتفصيل أكثر لكل الإعلام المقاوم والذي يؤمن بعدالة قضية الشعب الفلسطيني. كل من يؤمن بعدالة قضية الشعب الفلسطيني وبأن هذا الاحتلال إلى زوال وبأن أشكال المقاومة هي الكفيلة بإنهاء هذا الاحتلال يدرك ضرورة هذا الميثاق الذي يجب أن لا يقتصر على فلسطين وعلى ساحة فلسطين، يجب أن يرتقي هذا الميثاق وأن يصل إلى كل المستويات عربيا ودوليا حتى يصبح بمثابة يعني سنتحدث عنه بعد قليل سيد هاني، عن الميثاق وعن كيفية نشر الميثاق وانتشاره أيضا خارج غزة. لكن اسمح لي أن أسأل السيد مؤمن عزيز أيضا عن رؤيته، يعني السيد هاني يقول أنه يلزم المزيد من الإجراءات لرفع الوعي. نحن فعلا ننظر في السنوات الأخيرة، كان هناك أنشئت عدة صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات أيضا للاحتلال الإسرائيلي تتحدث العربية وتندمج أيضا في بعض العادات والتقاليد العربية والحديث أيضا عن المجتمع العربي. هذا يعتبر من بعض الجوانب غزوا فكريا للعرب، أنتم تراهنون على الوعي العربي، لكن إلى أي مدى؟ هناك غزو فكري من الاحتلال الإسرائيلي، هناك غزو فكري من الأنظمة التي تحكم هذه الشعوب، هي بنفسها تمارس الغزو الفكري لشعوبها. كيف تلخص لي الإجراءات التي يجب علينا إعلاميا وسياسيا حتى ومجتمعيا أن نقوم بها للرفع من 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 وعي الشعب العربي ومواجهة هذا الغزو؟ يعني أخي العزيز، هناك الكثير من الخطوات التي ممكن البدء فيها حاليا، منها اعتماد الميثاق الذي تم توقيعه في غزة واعتماده لكافة الوسائل الإعلامية العربية والإسلامية كميثاق شرف لتجريم كل من يتعامل مع هذا العدو الصهيوني وكل من يخرج بقى قيادة العدو الصهيوني على شاشات التلفزة التابعة لهذه المؤسسات. هذه خطوة، لو أن هذا الميثاق تم اعتماده عند المؤسسات الإعلامية العربية والإسلامية، هذه خطوة ستزيد من حالة الوعي لدى أبناء أمتنا العربية والإسلامية. أيضا هناك
خطوة الندوات والمؤتمرات وورشات العمل والندوات السياسية واللقاءات السياسية التي يستضاف فيها شخصيات ونخب سياسية من المقاومة ومن من يؤمن بتجريم هذا العدو الصهيوني وأن هذا العدو هو العدو الأوحد للأمة وأن فلسطين هي القضية المركزية لها. إعادة بث هذا الوعي وهذه الروح روح المقاومة والروح الثورية لدى أبناء أمتنا الإسلامية والعربية. أيضا هناك الفعاليات الجماهيرية والشعبية مثل المسيرات واللقاءات الجماهيرية مع المكونات المجتمعية مع أيضا شخصيات من المقاومة أو من شخصيات التي تؤمن بفلسطين قضية مركزية والتي تؤمن بأن هذا العدو الصهيوني هو سرطان في جسد هذه الأمة. كثير من الأنشطة التي ممكن أن تزيد من حالة الوعي لدى أمتنا العربية والإسلامية ولكن تحتاج إلى قرار من الجهات الرسمية والجهات الجماهيرية والشعبية. رأينا في البحرين كيف ثار الجمهور البحريني غضبا من تطبيع النظام البحريني، وأيضا رأينا في لبنان، رأينا في اليمن، رأينا في إيران، رأينا في بعض الدول العربية هناك هبات جماهيرية وشعبية أثبتت بأن الأمة الإسلامية والأمة العربية هي أمة واعية وحرة ومقاومة وتأبى أن ترضخ لهذا العدو الصهيوني وتأبى أن يكون هذا العدو الصهيوني جزءا طبيعيا من المنطقة. لأجل ذلك المطلوب زيادة الجهد وزيادة العمل وزيادة التعبئة لدى أمتنا العربية حتى يزداد الوعي ويزداد العمل باتجاه أن تبقى فلسطين هي القضية المركزية ويكون العدو الصهيوني هو العدو الأوحد لهذه الأمة. نعم سيد مصطفى المسلماني، هل ما زلتم تعتقدون فعلا أن القضية الفلسطينية ما زالت هي القضية المركزية للشعوب العربية بعد ما حدث في سنة 2020 من أحداث؟ يعني بالتأكيد الأمة العربية أو جمهور الأمة العربية والإسلامية بالتأكيد يتعاملون مع القضية الفلسطينية هي القضية المركزية، ولكن علينا أن لا نغيب الهموم الثقيلة التي تقع على هذه الأمة العربية من انقسامات من حالات من التشرذم والتمزق والتدخل الحركة الصهيونية والإمبريالية العالمية في تمزيق المنطقة وتقسيمها. فبالتأكيد يعني القضية الفلسطينية كما قلنا هي قضية مركزية ولكن مكانها ليس كالمكان الذي كانت تحتله في السنوات الماضية، فلهذا مطلوب فعلا إعادة تقييم الحالة أولا الداخلية الفلسطينية ويجب استخلاص العبر ويجب فعلا مد جسور التواصل مع أمتنا العربية والإسلامية سواء على الصعيد النقابات، الصعيد المؤسسات، المنظمات المجتمع المدني، الأحزاب، التنظيمات لكي فعلا أن توقد النار من جديد في ذهن المجتمع العربي لكي يعتبر أو لكي تكون فعلا دائما بالرغم من كل هذه الهموم إن قضية فلسطين هي القضية المركزية وهي القضية الحيوية. ونحن نقول إن الأمة العربية والأمة الإسلامية لن تحصل يوما على خيرا ما دام هذا الكيان موجود في جسد هذه الأمة. هذا الكيان فعلا هو وجوده وجود سرطاني، وجوده لإبقاء هذه الأنظمة يعني مستعبد شعوبها. وأنت قبل قليل تحدثت بشكل واضح عن تشكيل روابط وجمعيات في دول الخليج لبعض اليهود الموجودين في المنطقة. أنا أريد أن أقول لك من اللحظة الأولى التي أعلن عن فيها عن عملية التطبيع مع الإمارات والبحرين والسودان بدأ الإسرائيلي يحسب الأموال والمستحقات الذي لليهود في منطقة الخليج وفي الدول العربية وبدأوا يتحدثوا عن عشرات المليارات الدولارات. فإذا الاحتلال الإسرائيلي ليس ذاهب لعملية التطبيع وعملية بناء جسور محبة وود وعواطف وكرامة، لا، جاء الاحتلال الإسرائيلي وجاءت هذه الحكومة الإسرائيلية وهذا الكيان لنهب خيرات الأمة العربية والإسلامية. فلهذا نحن نقول فعلا يجب إحياء روح المبادرة وإحياء الوعي والثقافة والفكر في جسد الأمة العربية والإسلامية
لكي نبين لهم ونظهر لهم بشكل واضح وصريح إن الاحتلال الإسرائيلي هذا كيان غاصب، كيان يظلم شعب فلسطيني منذ أكثر من 72 عاما أمام ومرأة ومسمع هذه الدول التي تدعي الحرية والديمقراطية. نعم السيد هاني، الآن لنأتي للحديث عن الميثاق بشكل تفصيلي قليلا. الميثاق من الذي وقعه وما الهدف منه؟ يعني الفكرة هي فكرة ما بين الدوائر الإعلامية والإعلاميين في مختلف مكونات الساحة الفلسطينية في غزة، وهذه المبادرة كانت على قاعدة أن يكون هناك ميثاق يشكل بمثابة يعني محدد في علاقة الإعلام العربي والإعلام الفلسطيني بوسائل الإعلام الصهيونية، لأنه لدينا قناعة أن المدخل لتدجين العقل العربي ولتدجين الفكر العربي والوعي العربي هو من خلال الإعلام، وهناك قاعدة تقول أن الجبهة الثقافية هي أخطر الجبهات، وهذه القاعدة تنطلق من أن إذا كان هناك قدرة على أن يخترقوا وعينا العربي، إذن بعد ذلك يصبح وجود هذا الكيان الصهيوني في المنطقة العربية أمرا مقبولا ومستساغا. هذا هو الهدف، يعني حينما تريد أن تخترق أي مجتمع من خلال تسجيل مجموعة من الانتصارات في ثقافته وتعديل مسارات هذه الثقافة وتعديل مسارات هذا الوعي، هذا ما يهدف له مشروع يعني التطبيع بوجه عام. إذا استطاعوا أن يطبعوا بالمعنى الإعلامي بعد ذلك تأكد تماما أنهم سيطبعوا على كل المستويات، وهنا لا أتحدث عن الأنظمة، القصد أنهم إذا استطاعوا أن يسجلوا اختراق من خلال الإعلام الذي عمليا يخاطب كل فئات المجتمعات ويخاطب كل يعني المستويات في كل المجتمعات العربية والإسلامية والعالم أجمع، إذن هو ينتقل من مرحلة التطبيع مع الأنظمة والحكومات إلى مرحلة التطبيع مع الشعوب. هذه هي النقطة الأخيرة التي انطلقنا منها في وضع هذا الميثاق ليشكل محدد في العلاقات. من زاوية أخرى، هذا الميثاق يعني أكد على مجموعة من النقاط، أبرز هذه النقاط أولا عدم الظهور على أي وسيلة إعلام صهيونية بأي حال من الأحوال، عدم الظهور على أي وسيلة إعلام، وهناك استضافة لصهيوني سواء كان هذا الصهيوني رسمي أو غير رسمي. المسألة الثالثة، الابتعاد عن كل أشكال التنسيق التي لها علاقة بالمؤتمرات، التي لها علاقة بورش العمل، التي لها علاقة باللقاءات سواء على المستوى الرسمي مؤسساتيا أو حتى على مستوى يعني وكالات الأنباء ووسائل ومنصات الإعلام. هذه أيضا إحدى المحاذير. العديد من المحاذير التي لها علاقة أيضا بنقل أخبار ومعلومات من منصات صهيونية. الاحتلال عمد خلال السنوات الماضية على تصدير أخبار، وللأسف نجد بعض وسائل الإعلام تنقل هذه الأخبار دون وعي منها ودون تدقيق ودون رقابة. هذه الأخبار ليست بريئة وليست أخبار بهدف فعلا إيصال معلومة حقيقية، هي تستهدف أيضا يعني خلط الأوراق وتستهدف وعي شعوبنا ووعي مجتمعاتنا. لذلك قلنا أن هذا الميثاق يجب أن يشكل نقطة ارتكاز ننطلق من خلالها، ونؤكد على كل إعلامنا المقاوم ونؤكد على كل إعلامنا الذي يؤمن بعدالة قضية الشعب الفلسطيني ويطور من هذا الميثاق حتى يصبح بمثابة يعني ميثاق لكل الأحرار ولكل المؤمنين الذين يؤمن بأن المقاومة هي النقيض لمشروع الإمبريالية في المنطقة. هذه الإمبريالية التي تسعى إلى نهب مقدرات الأمة والسيطرة عليها والإطباق الكامل والسيطرة على كل شيء في هذا الوطن العربي الكبير. نحن نقول في هذا الإطار. نعم. ولكن سيد هاني أنا أريد أن أقف عند نقطة، أنت قلت أن بعض المؤسسات أو الوسائل الإعلامية العربية تأخذ أخبارا ملغوزة أو ملغومة أو ربما هي عبارة عن أفخاخ من وسائل إعلام إسرائيلية. هذا يدل على أن هناك لدى الصهاينة دراسات ومناهج وتخطيط ربما
أو منهج عمل لإيقاع مؤسسة وسائل إعلام عربية في أفخاخها. هل لدينا عربيا وإسلاميا ما يقابل هذه هذا العمل والجهد الذي يبذله إعلام العدو؟ أحسنت، هذا سؤال غاية في الأهمية. إذا اعتبرنا أن هذا الميثاق هو استراتيجية عربية وإسلامية ولكل الأحرار والمؤمنين بعدالة قضية الشعب الفلسطيني، إذا نحن ننطلق بعد ذلك الخطوة الأولى التي تواجه أشكال الرواية الصهيونية. هذا شكل من أشكال الرواية الصهيونية حينما يعمد إلى تمرير أخبار، وأقول تمرير بطريقة خبيثة تهدف إلى نقل رسائل خاطئة، هو عمليا يحاول أن يقلب الحقائق ويقلب التاريخ ويحاول أن يمرر هذه الأخبار حتى يعني يروج لروايته الصهيونية، هذه الرواية الزائفة. نحن واجبنا أن نكشف هذه الرواية، أن نفضح الاحتلال، أن نفضح جرائم الاحتلال، أن نكشف عن كل ما يرتكب هذا الاحتلال من قتل وإرهاب وتنكيل بحق شعبنا وبحق الشعوب. هو العدو الصهيوني في هذه المنطقة يستهدف كل الأحرار وكل المقاومين. في هذا الإطار إذا شكل هذا الميثاق استراتيجية، الخطوة الثانية يجب أن تكون مواجهة أشكال التطبيع بالمعنى المباشر، أي أنه ليس أن لا نكون في موقف الدفاع والصد، أن نكون في موقف الهجوم على هذا الإعلام. كيف نكون في موقف الهجوم؟ من خلال خلق مجموعة من يعني البرامج والمحتوى الذي فعلا هو يمثل الحقيقة، وأنا ولا أقول يمثل يعني من أجل أن نفتري أو من أجل أن نسجل انتصار وهمي على هذا الاحتلال، أقول يعني برامج ومحتوى يتضمن الحقيقة، يتضمن فعلا ما واقع الأمر في كشف هذا الاحتلال وجرائم هذا الاحتلال وهذه المسيرة الطويلة التي قدم خلالها الشعب الفلسطيني والعربي والإسلامي هذه التضحيات الغالية في سبيل التحرير وفي سبيل التخلص من نير الاحتلال ومن نير هذا الاستعمار البغيض على الأرض العربية والإسلامية. نعم سيد مؤمن، هل عملتم على، وأنت تعمل في دائرة إعلام، مسؤول دائرة إعلامية في حركة المجاهدين، هل قمتم بخطوات من أجل نشر هذا الميثاق وتعميمه في كل من يهتم بالقضية الفلسطينية من مؤسسات ومن منظمات ومن دول أيضا عربية وإسلامية؟ يعني أخي العزيز، نحن كدائرة إعلامية في حركة المجاهدين وهي فصيل مقاوم على الساحة الفلسطينية، لنا ارتباطاتنا مع المؤسسات والجهات الإعلامية المحلية والعربية والإسلامية، وأيضا تم الحديث مع هذه المؤسسات على أن يكون هذا الميثاق هو استراتيجية وطنية لكل من يتعامل مع بالمؤسسات إعلامية، لكي يكون مجرم كل ما يتعامل مع هذا العدو الصهيوني. هذا الميثاق بكلمة صغيرة هو تجريم كل من يتعامل مع هذا العدو الصهيوني أو يظهر كل من يظهر هذا العدو الصهيوني أو قياداته وقيادة جيشه أو متحدثي وناعقيه على صفحاته أو على مرئياته أو على قنواته المسموعة، هو يرتكب جريمة بحق أمتنا الإسلامية والعربية ويرتكب جريمة بحق شهداء فلسطين وشهداء الأمة وتضحيات الأمة. هذا هو الهدف الأساسي من هذا الميثاق. لأجل ذلك نحن جهدنا على أن نصل بهذا الميثاق إلى كافة المفاصل الإعلامية والمؤسسات الإعلامية في المحلية والعربية والإسلامية، ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا الميثاق هو بداية رسم الاستراتيجية العربية والإسلامية الوطنية باتجاه تجريم هذا العدو الصهيوني وكل من يتعامل مع هذا العدو الصهيوني، لأن هذا هو الواجب المنوط بالأمة وبمؤسسات الإعلام لدى الأمة، أن هذا الكيان هو كيان سرطاني زرع في قلب هذه الأمة لتشكيلها وتفريقها، والمطلوب أن كل من يتعامل مع هذا الكيان هو مجرم، وكل من يخرج هذا الكيان وقياداته وناعقيه على فضائياته ومرئياته ومسموعاته أو قنواته المكتوبة هو أيضا مجرم. لأجل ذلك
هذه الخطوات تحتاج أيضا بذل جهد كبير من كافة المكونات المحلية فلسطينيا وأيضا العربية والإسلامية وكل من يحب فلسطين ويحمل هم قضية فلسطين. أشكرك المسؤول دائرة الإعلامية في حركة المجاهدين مؤمن عزيز، وأيضا الأسير المحرر والناشط السياسي مصطفى المسلماني، والشكر أيضا للقيادي في الجبهة الشعبية هاني الثوابتة. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، نرجو أن نكون قد وضعنا نقاطا على الطريق الطويل لمواجهة هذا التطبيع ولمواجهة العدو الصهيوني. شكرا لكم، وشكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام على هذه المتابعة الطيبة. إلى اللقاء. نسر الهادي نادى فينا، لازم ترجع فلسطين، صلاح الدين رجالك فينا، رح تمساح العار. نسر الهادي نادى فينا، لازم ترجع فلسطين، صلاح الدين.